بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم متابعيني ومتابعاتي، شلونكم أخباركم؟ إن شاء الله كلكم خير وصحة وعافية يا ربي. اللي أول مرة يزورون قناتي أتمنى يشتركون بها ويفعلون خاصية الجرس، يضغطون على اللايك وأكون ممنونة من عندكم. عزيزاتي، الباكة ذاك اليوم نزلتها شلون نظفتها، اليوم أنا جاي أطبخها. طلعتها من المجمدة ونقعتها بالمي إلا أن تفكك منها الثلج، يعني ما عاد. وجيت خليت بجدرية، أكبر جدرية عندي يعني هاي بالبيت، خليت بيها دهن زيت، وقلت خليها أول مرة أحمسها بعدين أخلي المي عليها. وهذه بعد ما همينا ما عدت وهم غسلتها، وخليت هذا لحم وياها، لحم يعني عظم وبي لحم، خليت ويا الباتشة. شوفوا عزيزتي، هاي أكبر جدرية عندي بالبيت، وما شاء الله الباتشة كانت فد مرة كبيرة. وكلها راح أخليها بهذا الجدرية وأغطيها على مدة تنحمس، وأضيف لها عاد إضافات، مثلا يعني أخلي لها ثوم كل شوية، يعني طبعا يمكن ثلاث شلون شغل شن يعني ثومات كبار، يعني ثلاث روس ثوم أنا خليت بيها كل شوية، يعني أنظف ثوم من القشر وأثر مناعم وأذبه عليها. وهذا طبعا تشوفون اني يعني اواخر القبق مالتها واقلبها، هاي يعني مو كل شوي، لان انا يعني اوقف التصوير وورا شوية اجي اشغل التصوير واجي اقلبها، يعني مو كل دقيقة مثلا اجي اقلب، لا يعني اوقف التصوير ورا 5 دقائق 10 دقائق اقلبها على مدة تنحمس كلها. شوفوا عزيزاتي، وعزيزاتي يعني أشكركم جدا جدا على تعليقاتكم الحلوة، والله العظيم يعني أنا من أشوف تعليقاتكم أفرح بيها، وجاي أجاوب يعني أشوف التعليقات وما أقدر ما أجاوب، يعني بس بعضها ما أجاوب عليها، يعني تعليقاتكم كلش حلوة، ولا تقولون أنا يعني بس هيجي أنطيكم قلب وأمشي، لا كلها أقراها والله العظيم كلها أقراها. شوف هاي نوميات بصرة اثنينها حطيت فوقها، وطبعا المي هذا اللي بيها هو يعني مي الباكه، هو يعني مي اللحم مالها هو نزل من عندها، يعني مي شوف شلون وبدت تنحمس. هسه عاد اضيف لها عاد مي، من اشوفها تنحمس زين اضيف لها المي. وعزيزاتي اني مالي يعني ما ادعي لكم، لا والله ادعي لكم كل يوم كل يوم والله العظيم، يعني مثل ما أدعي لولدي كل ما يعني أسوي مونتاج وأسجل أقول لكم هذا الحكي، مثل ما أدعي لعيلتي والأولادي والأهلي أدعي لكم والله العظيم، يعني أقول مشتركيني ومشتركاتي ومتابعيني، يعني حتى اللي ما مشتركين إن شاء الله الله يوفقكم يا ربي ويفتح وجوهكم ويسهل أموركم ويعطيكم الصحة والعافية. هسه شوفوا عزيزتي، أني راح أضيف عليها المي، يعني بعد خليت مي، وهسه بعد على مود لان تعرفون الباكة شويه لازم تيد مي تستوي. هسه عاد اخلي عليها ليمندوزي وملح، طبعا اكو ناس ما يخلون ليمندوزي بس يخلون ملح، ملح الليمون يعني ما يخلون، لا انا اخلي ملح الليمون وملح ملح الصوديوم. شوفوا هاي خاشوقة، قياس خاشوقة ونص حطيت شو اسمه ليمندوزي، وأتركها هسه حتى تفور. هسه من قامت تفور أنا ايش راح أسوي؟ راح أنص الطباخ جواها حتى تستوي على كيفها. من الصبح أني خليتها على الطباخ 8 إلى 10، خليتها على الطباخ على مود تستوي. بهالأثناء أني كل شوية أجي أضيف لها ثوم، لأن تعرفون الباكة إلا الثوم هو اللي يطيبها. شوفوا عزيزاتي،
شلون اني اسوي الباتشا، شلون اطبخها، اللي يعني اللي شلون اقصد البنات يعني يعني اللي بعدهن توني يتعلمن طبخ، اني جاي اقول لهن يعني هيجي يسوي الباتشا وخلوها يعني من تفور نص الطباخ جواها هي تستوي على كيفها ساعتين ثلاثة، شوف ايش قد من تشوفينها استوت مبينة يعني. وأنا هسه قلت لأم أماني قومي سوي انتي البرياني والحشوة مالت البرياني، يعني الباشا بدون برياني ما يصير، لازم احنا لازم نسويها برياني. هسه هذا البرياني جاي تقلي البوتيتة واللحم شو اسمه صدر مال الدجاج احنا نخليه على البرياني، أمينة تقلي كلها مثل ما تشوفون. وعزيزاتي اليوم أني جاي أقلب باليوتيوب وشفت خبر على أموني أيمن ابن اليوتيوبر براء، يعني انقهرت حيل عليه، بس ما أعرف هل هو صحيح هذا الحكي يعني صدق أو يعني ما أعرف يعني كذب الخبر أو أصدقه، بس إذا إن شاء الله كذب، بس يعني إذا صدق الخبر نقولها البقية بحياتك والله يصبرك إن شاء الله، أخذوا من عينك يأخذوا من قلبك إن شاء الله، ويعطيك الصبر والسلوان أنت وأبوه وعيلتكم إن شاء الله، وإذا ما بيشيل الولد الله يشافي ويقومه بالسلامة يا ربي. هاي بقت عد الله ما أعرفه أنا يعني، وهي اليوتيوبر براء أني يعني شخصيا ما أعرفها والله، بس يعني شفت على مود ابنها يعني حيل انقهرت أظن غالي، ويعني إن شاء الله ما بيشي، بس يعني ما عاد أعرفها يعني ناس تكذب الخبر وناس يعني ما عاد أعرف، فعاد إذا الخبر كذب إن شاء الله كذب، مو يعني متوفي الولد الله يخليه لهم يطول عمره إن شاء الله ويفرحون بي ويشافي من هالمرض اللعين اللي بي، وإذا متوفي الله يعطيهم الصبر. شوفي عزيزي هذا الفستق نرجع على أكلتنا، وهذا شو اسمه من حمسة شو اسمه صدر مال الدجاج والفستق، وهسه جاي اسوي الشعرية. شوفي عزيزتي هاي الشعرية على مود البرياني، وهسه من يعني يكمل شو اسمه الشعرية تنحمس ويصير لونها جوزي راح اضيف عليها التمن. شوفوا عزيزتي هذا التمن عاد اضيف عليه الملح والمي، وعندي بهارات برياني قهوائي، يعني اني افضلها البرياني يصير اصفر، بس هي ام اماني انا عندي نوعين شو اسمه بهارات برياني نوعين، عندي اصفر وعندي قهوائي، فعاد اخذت القهوائيه تحب لون قهوائي، فقلت لها على راحتك ما دام انت تحبين هالشي هذا خلت بهارات قهوائيه برياني قهوائي عليها. هسه راح تشوفون هذا البرياني قهوائي، شوفوا ايش قد خلت عليه، يعني خاشوكتين ونص خلت عليه مالت كوب، يعني مو خاشوكتين نص مال يعني مال شو اسمه اكل، لا مال كوب. وهذا هم الماجي هم خلت عليه، وطبعا هم ملح هم تخلي عليه ملح، بس هي كانت تصور يعني البرياني هذا الملح. شوفوا عزيزتي وعزيزي حتى لا تزعلون، هذا الملح هم خلته، هاي الحشوة هم خلت عليها بهارات برياني، هو يعني ما يسوي لون التمن قهوائي، بس الطعم مال التمن يصير يعني طعم البرياني بيه بهارات. شوفي عزيزتي شكله انا يعجبني اصفر، يعني هم يصير لونه اصفر وهم يعني يصير طعم برياني. شوفوا هذا
الحشوة مالت البرياني. هساني جيت أقلبه لأن يعني تقريبا استوى التمن، جيت أخلي عليه الحشوة لأن أماني قالت روحي أنتي خليها على موجود يبكي، هي كملت خطية كل شيء بس أنا جيت يعني أخلي، وهاي طريقتي شلون أخلي الحشوة مالت البرياني بالتمن هيك أخليها أني، وبعدين كلها أخلطها. يعني قبل فترة هم يعني طلبتوا مني البرياني، هذا البرياني قدامكم احنا هيك نسوي بالبيت. شوفوا عزيزاتي وعزائي، هذا البرياني احنا هيك نسوي بالبيت. هسه اخلطه كله حتى يعني يتجانس الحشو ويا التمن، واخليه تقريبا هم 10 دقائق تا يعني ينمزج الريحه مالت البرياني والحشوه والهاي كلها تنمزج وياه. شوفوا عزيزاتي صراحة اغطي واخليه فد 10 دقائق واجي اصب الغداء. شوفوا هاي المرقه مالتنا شلون صارت، تحفه صارت والله، شقد طيبه كانت. شوفوا اسوي لكم اوكي، يعني راح اطفيه. وهسه راح اصب الغداء. طبعا من يمنا يجي تغدى ابو يونس وام يونس وردة جوري والجهال، اني ما يعني ما اسوي اكله زينه، وابو يونس يحبها وام يونس وما اقول لهم تعالوا ابد، ما يعني مستحيل، وبلخص الباكه ابني اثير يحبها حيل، فاني ما يعني من اسوي الباكه طبعا، واذا كبه يعني قبل اصيح لهم، ودولمه يعني ما اي اكله زينه وادري بي يعني ابني يحبها انا اصيح لهم كلهم يجون. شوف هذا الثريد انا صبيته، هسه ورده جوري قبل تاخذ لها خبزايه وتاكلها من الصينية هذه. شوفوا هاي اخذتها وردة جوري واقفة في صف ويانها. هسه عاد راح خليت شوفوا شلون العظم، اني هذا ليش يعني اكو ناس تطلع من يعني من الباكه، يعني اذا تطلعين هذا وتطلعين كل شيء من الباكه شي يظل بيها، فاني هذا من يطلع يعني اللحم من عنده معناها استوى اللحم فد مرة. شوفوا هسه هذا يعني اللحم جاي اخليه مال الباكه. شوفوا عزيزتي، واللسان اني اخليه لابني ابو يونس هو يحبه، وهي الباكه ايش بيها، بيها الفتش واللسان. فعاد بس هاي الباكه كبيره، وابني طبعا رايح للدوام، هذا ما يحب الباكه، اليوم غدا بالدوام واحنا استغليناها فرصه سوينا الباكه. هسه راح اذب عليها زلاطه، شوفوا خيار وطماطه وفلفل اخضر خليت عليها فوقها يعني رشيتها رش. هذه الصينيه الولادي عادي، انا ابو اماني وابو يونس وابن اختي وياهم 3 نفرات عليها هاي الصينيه بس وحدهم، قلت لهم هاي الكم، وصينيته الاخرى اني وام يونس ورده جوري وجهال. هذه ام اماني ما تحب ثريد، تاكل تمن ومرق يعني برياني ومرقه باكه. شوفي هذه أنا وميونس قاعدين، وأقول لهم ألف هلا بيكم أبو يونس وأم يونس ويونس ابن أختي خالة ماني هم اسمه يونس، كل الهلا بيكم شرفتونا. وهذا كان غدانا حبايب قلبي، والله العظيم كانت كلش طيبة، يعني شقد ما أقول لكم بلخص المرقة كلش طيبة.
تمنيتكم ويانا والله العظيم، وسهمكم العافية ومع ألف سلامة.